انطلق الشوط الثالث ايها المتابعون الكرام ايها السيدات والساده سباق التجريبي ينطلق لك سيدي سمو ولي العهد على كاس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد ال من مسافه 1400 متر بمشاركه ست من الجهاد العربيه الاصيله بانطلاقه الصقلاوي كالعاده 1564 هو الذي يقود هذا الشوط من البدايه مع الفارس عدنان جعفر يلحق به ثانيا هنالك حيلان عفص 1675 مع اندرو اليد بن نفس الشعار بينما المركز الثالث يتواجد المرشح الثاني حيلا الجلابي 1544 مع الفارس عبد الله فيصل والمركز الرابع هنالك بمحاذاة السياج يتواجد المرشح الثالث حيلان عافص 1695 مع بريدويل وبجانبه ياتينا الصقلاوي 1757 مع الفارس الروسي جيسب والمركز السادس هنالك حيلان عافص 1708 مع انس السيابي لا تزال الصداره والمركز الاول مع الصقلاوي 564 مع عدنان جعفر بالكابل الاحمر بينما انطلاقه هنالك حيلان وخمسة 1675 مع من جانب السياج مع الافارس اندرو ايليا بينما انطلق هنالك حيلان وخمسة 1695 مع الفارس بريدوي ومحاولات ايضا من قبل انس السيابي مع حيلان عافوس 1708 فعلا ايها المتابعون الكرام لا تزال الصداره مع حيلان وخمسة 1695 بينما انطلق حيلان عفو مع انس السيابي لا تزال الصداره مع الدول بينما انطلاقه السيابي مع كحلان عافر لكن عبد الله كويتي مع بريدول من ينتزع الشوط الثالث على كاس الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفه للخيل العربيه الاصيله والمسجله في منظمه الواهو المرشح الثالث حيلان عافص 1695 بقياده موفقه من الفارس بريدول من ينتزع السباق التحضيري لكاس سمو ولي العهد